اهلا بيكم في حلقه جديده. هنتكلم النهارده على الوجه، وجه طبيعي لكن انت تشوفه مقسوم نصين. تعال بقى نشرح هنا على الوجه المقسوم نصين لكنه شخص مش متردد، شخص طبيعي، لان بيجي ناس تعلق تقول انا وشي مقسوم نصين لكن محدش بيلاحظه، وانا بس اللي بلاحظه لما اقف في المرايه الاقي وشي فيه يما كبيره ويما صغيره. طبعا احنا قلنا في حلقات كتير عن الوجه المقسوم، كتير اتكلمنا عنه كتير، لكن احنا بنتكلم دلوقتي على كل الوجه، لان نسبة 99.9% من البشر وجههم اليمة الشمال تختلف عن اليمة اليمين. طيب احنا دلوقتي هنيجي دلوقتي شخص متزن، اليمة الشمال قريبة قوي من اليمة اليمين، لكن لما تيجي تتكلم معاه تبص تلاقي عندك العين صغيرة شوية والعين التانية كبيرة شوية، بس ما تلاحظهاش قوي، يعني انت كقارئ وجه بس انت اللي بتلاحظها، او واحد متابع الفراسة فهو اللي بيعرفها، لكن بشكل عام انت بس اللي بتشوف نفسك في المراية كده، لكن الناس تشوفك كويس وجميل وجذاب وكل حاجة. طيب احنا هنتكلم دلوقتي الوجه، عندنا اي وجه، اي وجه شكله ايه مش مهم، عندنا شكل الوجه ايه، احنا بنتكلم عن اي وجه عموما. هنيجي نرسم الوجه ده نصين كده. لما تيجي تلاقي عندنا احنا قلنا عندنا الجانب الشمال من اول الحاجب لحد الدقن ده موروث عن الام، والجانب اللي اليمين من اول الحاجب لحد الشعر ده موروث عن الام، والعكس عن الاب، يعني هنا وهنا الاب وهنا وهنا الام. تمام. طيب احنا عندنا بقى، سيبك من الكلام اللي احنا بنقوله ده، احنا هنتكلم على جانب عملي وجانب عاطفي. انت ازاي بتعبر عن شكل وشك وانت بتتكلم؟ لو بتتكلم في الشغل هتلاقي الجانب اليمين هو المتحكم في كل حاجة، ولو بتتكلم عن المشاعر بتلاقي الجانب الشمال متحكم في كل حاجة. طيب يعني لما تيجي تبص لواحد كويس قوي وهو بيكلمك هتلاقيه، لو هو بيتكلم في حب هتلاقي الصدق باين في وشه الشمال، ولو هو كذاب هتلاقي الجانب الشمال باين ان هو كذاب. طيب الوجه اليمين بيكون للشخص في العمل، يعني واحد بيشتغل، فهتلاقي هنا كده لو بيكذب في الشغل هتلاقي الجانب في الشغل بيكذب او صادق. طيب هنيجي بقى لايه، للشكل نفسه، بنلاقي عندك الجبهة من هنا ومن هنا، هتلاقي ياما كبيرة وياما صغيرة. اللي احنا هنقوله هنا هو عكسه هنا، يعني لو لقينا الجانب اللي هو اليمين صغير والجانب اللي هنا كبير، اصبح الراجل او الست اللي عندهم الجبهة اللي فوق ده في نص الوش كله. احنا قلنا ان ده موروث عن الاب وده موروث عن الام والكلام ده، لكن احنا دلوقتي بنتكلم ان النص نفسه، نص وشك نفسه كله من اول هنا لحدية تحت لجانب الشمال مسؤول عن العواطف كلها. لما نلاقي واحد جبهته الشمال اعلى فاعرف ان هنا عنده العواطف اكتر، المشاعر اكتر، يبقى صوت القلب اعلى من صوت العقل، يعني شخص عقلاني، لا شخص عاطفي. لما نيجي نتكلم على الحاجب ده كثيف والجانب التاني خفيف، اصبح ان الشخص ده دلوقتي حاجب الشمال كثيف اصبح ان هو عنده مشاعر اكتر من الجانب العملي. تمام. لو رجينا لقينا العين اللي هنا كبيرة او صغيرة او بدقق، يعني لو لقينا حاجب وعين في اليمة الشمال نازلين شوية او طالعين شوية، هتلاقي هيقابلك ناس، لو انت دققت في ناس هتلاقي عندك ناس جانب نازل شوية وجانب طالع شوية، الشخص ده بيدقق ويفكر اكتر مما تتخيل، يعني بيركز معاك لاكبر قدر ممكن،
وكل ما بان السما في الشكل اصبح شديد التركيز جدا جدا جدا، وهتلاقي بقيه وشه سليم ما فيهوش اي عيوب. يعني مش هتلاقي مثلا انف هنا كبيره وصغيره، وانف مش عارف ايه، بق من هنا كبير وبق صغير، لا هتلاقي تحديدا المكان ده. لو لقيت عين وحاجب صغيرين ومدققين في الجانب الشمال، اصبح ان هنا بيدقق قوي 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 قوي. دولت من صحاب القرار اللي هو هل يستحق ان احنا نتعاطف مع الشخص ده في مشكلته ولا ما نتعاطفش معاه. يعني ايه؟ يعني لو لقينا هنا الجانب الشمال هو اللي نازل شوية، اصبح ده بيدقق الاول وصوت القلب هو اللي بيحكم. اما لو لقينا السمة في الجانب اليمين، فهنا ده وجه عملي، فهنا بيدقق، ده هيصلح يشتغل ولا مش هيشتغل، هل ان انا هستمر معاه في الشغل ولا لا، هل ان انا هكون مرتاح معاه في الشغل والتعامل ولا لا. فده بيدقق في ايه؟ في العمل. ده بيدقق في العواطف. فهنا لو هنا اختلاف بين اليمين والشمال، فانت حدد انهي يمة، وهنعمل حلقات مخصوص على كل جانب بيشرح فيه شرح تفصيلي عن كل السمات والعيوب والمميزات للجانب اللي هو جانب اصغر من التاني. تمام؟ طيب لو جينا هنا كده ولقينا شكل الخد، لما تيجي تتكلم مع واحد هتلاقي مثلا، يعني انا لما باجي اتكلم هتلاقي عندي هنا كده في هنا نقطة في الجبهة. يعني ايه؟ يعني انا ما بيعجبنيش حاجة. انا شخصيا انا بقول لك، انا لما يجي واحد مش عاجبني حاجة انا بقولها له في وشه، انا مش عاجبني كذا. تمام؟ فهنا علامة نقطة هنا غير اللي هنا. لو هنا طبعا الجانب العاطفي اتعاطف معاه او لا الكلام ده، لكن هنا دي علامة نقطة جاية هنا كده، دي تحديدا انا بيبقى مش عاجب. لو ظهرت وانا بتكلم مع حد اعرف ان انا مش عاجبني الوضع. يعني لما اجي اتكلم واقوم جاي رافع حاجبي هتلاقي نقطة ظهرت هنا، ده يعني انا مش عاجبني كلامك، كلامك مش عاجبني. تمام؟ طيب لو جينا بقى ان احنا، لان العلامة دي ظاهرة في يمة واحدة مش ظاهرة في اليمتين، فهنا في جانب بيفرق عن التاني. ده بس علشان اوضح لك فرق اليمين من الشمال، ان الجانب ده بيتصرف بشكل تاني عن الجانب ده. الجانب ده بيتكلم عن العواطف، المشاعر، الحب، الاحاسيس، كل الحاجات ده، الحنين، كل الحاجات دي هو اللي بيحكم فيها. كل ما زادت في الجانب ده اكتر من الجانب ده اصبح ان الشخص ده مشاعره اقوى من صوت العقل. يعني هنا بيتحكم صوت العقل او صوت القلب من الناحيتين دول. كل الجانب ده لو اكبر من الجانب ده اصبح ان هنا صوت القلب اعلى من صوت العقل، اصبح ان الشخص ده عاطفي، اما ده عقلاني. تمام؟ فهنا احنا بنميز بين النص ده والنص ده. طب لما نيجي نحلل بقى هنلاقي هنا الوجه ده تحليله ايه والوجه ده تحليله ايه. طبعا حسب التحليل وربط ربط السمات وربط المميزات وربط العيوب هتلاقيها موجودة. يعني حاجب مرفوع قوي عن حاجب، حاجب قصير قوي عن حاجب، ده ليه تحليل وده ليه تحليل. طب انت هتقول لي دلوقتي انت ما قلتليش التحليل بتاعه ايه؟ ما هو التحليل بتاعه بيجي من شكل الحاجب. يعني هتلاقي مثلا ممكن نلاقي وليكن حاجب مستقيم وهنا مستقيم، لكن هتلاقي في حاجب مستقيم والشعر فيه خفيف وحاجب مستقيم الشعر فيه كثيف. طب لو لقينا الحاجب اللي هو الشمال كثيف، اصبح ان هنا بمشاعره بص، هو الحاجب المستقيم شخص افكاره شاذة، وفي فرق بين الفكر الشاذ والشاذ جنسيا، يعني دي حاجة ودي حاجة. فهنا احنا نقدر نميز هل الشخص ده عنده شذوذ فكري ولا عنده شذوذ جنسي. لو لقينا الجانب الشمال كثيف عن الجانب اليمين اصبح ان الشخص ده عنده شذوذ جنسي. ليه؟ لان هنا الجانب ده بيدعم العواطف. طبعا انا كنت عامل بحث عن 16 تحليل للشخص الشاذ،
لقيت المواضيع كبيره جدا، فاجلت شويه علشان انا جمعت منه. يعني جمعت مثلا اقول لك السحقيات شكلهم ايه، التبادل شكلهم ايه، الشواذ شكلهم ايه، الراجل الشاذ اللي هو بيقوم بدور موجب شكله ايه، والسالب شكله ايه. كل ده انا عامله ومحضره، لكن انا عايز انزلهم كلهم دفعه واحده علشان السمات كلها تثبت. لكن ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا بنتكلم على حواجب زي دي. حاجب في اليمين مستقيم وكثيف، اصبح هنا كده ان احنا ما نحكمش على الشخص ده ان هو شاذ جنسيا. ليه بقى؟ لان الجانب اليمين جانب عملي، فهنا تفكيره شاذ. لازم نميز بين التفكير الشاذ في التفكير نفسه والشاذ نفسه، يعني لازم نميز بين ده وده، لان هو ممكن نظلمه في التحليل ان هو ممكن يطلع شخص مش شاذ جنسيا لكنه شاذ فكريا. هتلاقيه بقى معتقداته الدينيه شكل تاني، هتلاقيه مثلا فكره شكل تاني مش عاجبه المجتمع لانه شخصيه مستقله، ما يبقاش على حد، ان هو دايما بيدور على الراحه النفسيه لنفسه، بيبعد عن المشاكل، بيبعد عن الضوضاء، بيبعد عن اراء الاخرين. لان لو هنا الحواجب المستقيمه مع مكان اللي هو ضيق من هنا كده، ده بيكون عنده شذوذ جنسي، اللي هو المكان ده قصير، الشفايف من فوق نحيفه، تمام، مع استقامه مع الحاجب مع العين من تحت. ده كله هنوصفه قدام ان شاء الله بالتفصيل، وهنعمل حلقات كتير عن الكلام ده، لان احنا يهمنا جدا ان احنا نعرف شريك حياتنا شكله ايه، تفكيره ايه، بيفكر ازاي. فانت هنا لازم تعمل فاصل بين اليمين والشمال. اليمين تخصصه عملي، الشمال تخصصه عاطفي. فهنا لازم كل واحد يعرف هو بيعمل ايه، بيفكر ازاي. هنا بنكون وضحنا لكم يعني ايه جانب يمين مختلف عن جانب شمال. فهنا بتلاقي اشخاص واثقه في نفسها جدا، هتلاقيهم دايما هنا الجبهات بتاعتهم، هتلاقي جبهة من اليمين زي الشمال. طالما الجبهة منتظمة من اليمتين، اصبح ان هو ده شخص مش متردد فكريا، مش متردد في قراراته، مش متردد في حاجة، وعنده ثقة كمان عالية والكلام ده كله. فاحنا عايزين نوضح بس ان احنا عندنا تحليل الوجه من اليمين يختلف اختلاف كلي عن تحليل الوجه الشمال. طيب لو الانف هنا، هتلاقي انف مثلا فتحه كبيره وفتحه صغيره. لو لقيت الفتحه الكبيره في اليمين تقدر تقول له ان هو صبور في العمل، لان مثلا واحد بيرجع من الشغل يتضايق على مراته وتقول لي فتحات انفه كبيره، وانت بتقول ان هو بيتحمل و و و و. لا، ما فتحات انفه بتفرق. لو يمين يبقى يقدر عنده صبر وقوه تحمل في العمل، لكن في الشمال ما عندوش قوة صبر في التعامل العاطفي، يعني يزهق بسرعة، يعني خديه على راحته، ما تضغطيش عليه، لان هو في الاخر كده انت هتخسريه بسبب ضغطك عليه. فاحنا هنا بنتعلم علشان نتعامل مع الناس مش نبعد عنهم. انا مثلا لو قلت واحد جه اتجوز، خلاص هو اتجوز، هل ان هو مش مرتاح مع شريك عمره؟ طيب شريك العمر ده لازم ان احنا نبقى متوافقين مع بعض علشان نقدر نكمل. طيب لو اختلفنا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل انفصال، لو في اطفال بتضيع. فلازم احنا هنا كده نقرر، هل اقدر اتغلب على الشخص ده؟ الشخص ده عايز يسيطر، انا اديله القوة ان هو يسيطر. انت مش عايز تسيطر؟ سيطر. انت مش عايز تسيطري؟ سيطري. كل حاجة متاحة. فهنا لازم نميز بين فتحة الأنف الكبيرة والصغيرة، أو الاتنين مش قد بعض. هنا كل واحد ليه قوة تحمل، لأن هنا قلنا إن الجانب ده عاطفي والجانب ده عملي. فهنا لازم نميز إن كل حاجة ليها تحليل مختلف. يعني التحليلات اللي احنا قلناها زمان على الوجه بشكل عام مش نافعة، لا، هي كلها صحيحة. كل اللي احنا قلناه صحيح 100%. فهنا انا بوضح لك علشان لما تيجي تحلل حد توضحه كويس.
تعرف الفرق بين اليمة دي طالعة ليه واليمة دي نازلة ليه. فلازم نحدد، لازم نحدد. يعني هنا ممكن تلاقي واحد العين بتاعته نازلة لتحت من هنا انتقادي، طيب هتلاقيها في الشمال انتقادي في ايه؟ في الحب والمشاعر والكلام ده. طيب لو لقيناها في اليمين انتقادي في ايه؟ انتقادي في العمل والحاجات دي، ومراتك ما بتغسلش مواعين كويس، ومراتك مش عارف بتعملش ايه، ومراتك ايه، وشغل حموات، وشغل مثلا راجل بيترسم على مراته علشان الناس اللي هي عندها العين هنا، الناس دي كويسة كويسة بس انتقادية، وانتقاد شديد. كل ما كان نازل اكتر كل ما كان الانتقاد عنده شديد. فالناس دي نتعامل معاها زي ما هم عايزين، وننبههم ان هم ما يعدلوش علينا، ونساعدهم في ان احنا نرفع نهاية العين لفوق. يعني خليك صريح معاه، قول له انت بتنتقدني في كل حاجة وما بيعجبش حاجة، فانت علشان تخلص من الحاجات دي لازم عينك دي تبقى في النص، علشان لو هي نازله تحت انت كده هتدنك شغال طول عمرك، فانت مش مجبور ان انت تتحمل واحد طول عمرك عشان تريحه تعمل له حاجه هو تريحه. احنا مش مجبورين على كده، احنا لينا راينا وحريتنا الشخصيه كمان. فاحنا لازم ان احنا نفهم الغلط اللي عند الناس التانيين ايه. قول له راقب نفسك، راقب نفسك، انت بتتدخل في شؤون الاخرين كده، انت كده بتحط مناخيرك في حياه الاخرين. يعني واحد بيحب يلبس احمر فاخضر وانت شاغل دماغك ليه؟ هو مش عاجبك، ما تقولوش بقى انت لابس اخضر في احمر، لا تقول له الله الشغل ده جميل، ولا اللبس ده جميل، ولا الحاجه دي جميله، ولا مش عارف ايه. هو هيفكرك ان انت بتتريق عليه لو هو انتقادي، تمام؟ فاحنا هنا لازم ان احنا نركز لكل تصرفاتنا، كل تصرفاتنا لازم نركز فيها احنا بنتعامل صح ولا غلط. احنا هنتقبل واحد يجي يقول لنا انت لابس اسود على ابيض ليه؟ هو ماله؟ هو ايه اللي دخله في حياتنا اصلا؟ فاحنا هنا لازم ان احنا نشوف الاخرين ونركز معاهم، ونركز في تصرفاتنا معاهم، ايه اللي بيخليه يكلمنا بالطريقه دي؟ لو هو عنده العيب لازم نقول له على العيب. فاحنا لازم ان احنا نركز كويس قوي في تصرفاتنا مع الاخرين وتصرفاتنا مع نفسنا. وانت قايم بتمشي لوحدك كده ولقيت نفسك ماشي عامل كده، انت ماشي عامل كده ليه؟ ما تفرد نفسك، فردة نفسك دي بتحرق الدهون. يعني لما تيجي وانت واقف كده دماغك مرفوعه صدرك مرفوع بيحرق الدهون اللي في الجسد كله. اما لو عامل كده هتلاقي بقى عظامك تعبان وظهرك تعبك ورقبتك تعبان، لان انت ماشي غلط. انت بتمشي حتى الماشيه عايز واحد يعلمها لك. في حاجات تجيب شلل، في حاجات تجيب شلل للواحد وهو قاعد. الاقي واحد ماشي عامل كده، طب بتعمل كده ليه؟ انت كده كده بتقفل على نفسك، وكل ما تقفل على نفسك كل ما الطاقه السلبيه بتيجي عليك. يعني لما انت واقف كده الطاقه السلبيه بتبعد عنك، بتلاقي الهاله بتاعت جسمك شكلها احسن. تبقى انت جسمك مفروض عندك ثقه بنفسك، مفروض كده. اما لو انت محمي وماشي كده وتقعد بقى الناس دي بتقعد ايه تلوم بقى همومها، بتلوم الناس الاخرين عليها. يعني بيجي يقول ماما هي السبب في كل ده، بابا هو اللي دمر حياتي، اخويا ده هو اللي بوظني، يا لهوي اختي هي السبب ان انا اتجوز مراتي دي، اخويا مش عارف اعمل ايه، يا لهوي يخربي مش عارف الكلام ده كله كده. انت بتلوم نفسك في ايه؟ انت كده بتيجي لو انت عندك 1% طريق النجاح بتنزل تحت بتخليه في الفشل. فانت كده لازم تراقب نفسك، لازم تحلل نفسك كل اسبوع، تحلل نفسك كل شهر، شوف ايه اللي اتغير فيك، راقب تصرفاتك كده. بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. اللي ما اشتركش في القناه ولسه موجود معانا لحد دلوقتي اشترك في القناه وفعل الجرس. لو الفيديو عجبك شاركه مع اصدقائك، ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا تعليق تحت انت عايز ايه في الحلقات الجايه. سلام.